بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله، هما الركن الأول من أركان الإسلام، وهما أساس الدين وقوام الملة. لا يستقيم الدين ولا يصح ولا ينفع حتى تستقيم الشهادتان، وهاتان الشهادتان يعلنان دائما وأبدا في الأذان وفي الإقامة للصلاة وفي التشهد الأول والتشهد الأخير من كل صلاة، ويعلنان في الخطب لأهميتهما وتذكير الناس بهما. وهما ليس مجرد لفظ يقال باللسان، وإنما هما شهادتان عظيمتان لا بد أن يحققهما المسلم نطقاً واعتقاداً وعملاً. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها ومقتضاها أن الإنسان لا يعبد إلا الله عز وجل، ويترك عبادة ما سواه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فهموا وهم مشركون، فهموا معنى لا إله إلا الله ومقتضاها، وأنهم إذا قالوها فإنه يلزمهم أن يتركوا عبادة الأصنام وعبادة غير الله عز وجل كائنا من كان، وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يبقوا على الشرك. لكن كثيراً ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم لا يفقهون معناها ولا يعملون بمقتضاها، ويظنون أنها مجرد لفظ يقال باللسان، ولذلك يدعون غير الله ويستغيثون بالأموات ويذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها، كما كان المشركون الأولون يفعلون مع الأصنام. لكن المشركين الأولين أبوا أن يقولوها أنفة وحمية لدينهم، وأما هؤلاء فلا يبالون، ويظنون أن لا إله إلا الله مجرد لفظ يقولها بلسانه دون أن يغير شيئا من واقعه ومما هو عليه وما عليه آباؤه وأجداده.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلذلك لا تنفعهم لا إله إلا الله حتى يحققوا مدلولها ومعناها ويستقيموا عليها. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لا يكفي أنهم يقولون ربنا الله، بل لا بد أن يستقيموا على هذا، وأن يخلصوا العبادة لله، ويخلصوا الطاعة لله عز وجل، ويتركوا ما نهى الله عنه. وأما شهادة أن محمداً رسول الله فمعناها أن تقر بلسانك وتعتقد بقلبك أنه رسول الله حقا وتعلن ذلك. فالذي يقول أشهد أن محمد رسول الله بلسانه ولكنه لا يعتقد ذلك بقلبه فهذا منافق، كما قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهم يقولون نشهد أن محمد رسول الله ولكنهم ينكرون ذلك بقلوبهم، وإنما قالوها خداعا وتسترا ليعيشوا بين المسلمين، وإلا هم في قرارة أنفسهم وعقيدة قلوبهم منكرون لها، نسأل الله العافية. ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار. كما أنه لا ينفع الاعتقاد بأنه رسول الله دون أن ينطق بذلك ويشهد بذلك علانية، فالمشركون يعلمون أنه رسول الله بقلوبهم لكنهم أبوا أن ينطقوا وأن يشهدوا أنه رسول الله عناداً وتكبراً. قال تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالمشركون والكفار يعلمون أنه رسول الله ويعرفون ذلك بالأدلة والبراهين، لكن منعهم الكبر ومنعهم الحقد والحمية الجاهلية أن ينطقوا بذلك بألسنتهم وأن يشهدوا له بالرسالة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: معنى شهادة أن محمداً رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا ملخص معنى شهادة أن محمداً رسول الله، طاعته فيما أمر. فالذي يشهد أنه رسول الله ولكنه لا يطيعه، هذا شهادته إما باطلة وإما ناقصة، لأنه لو كان صادقاً في شهادة أن محمد رسول الله لأطاعه واتبعه. وكذلك يجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تجتنب ما نهاك عنه. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
وقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وذلك كما في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأما تصديقه فيما أخبر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه رسول الله، وأن الله أرسله، وأنه يوحى إليه من الله عز وجل، وأخبرنا عن أمور ماضية أطلعه الله عليها، وعن أمور مستقبلة من علم الغيب أطلعه الله عليها. فأخبرنا بذلك من أمور مستقبلة في الدنيا وأمور مستقبلة في الآخرة، يجب علينا أن نصدقه صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. فمن لم يصدقه أو شك في خبره فهو كافر، لم يشهد أنه رسول الله، لأنه لو كان يشهد أنه رسول الله لصدقه فيما يخبر به. وكذلك ألا يعبد الله إلا بما شرع، فإذا شهدت أنه رسول الله يجب عليك أن تقتصر في عبادتك على ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتجنب البدع والمحدثات والضلالات والخرافات، فلا تعمل عملاً إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرعه وجاء به. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى أن قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فيجب على المسلم أن يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعمل عملاً ويعبد الله عبادة إلا إذا كان قد جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وثبتت عنه من قوله أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام. وأما ما أحدثه الناس وزاده الناس فإنه بدعة وضلالة، وإن كانوا يظنون أنه طاعة وقربة وأنه زيادة في الخير فهو شر، وهو ضلالة، وهو في النار. فهذا هذه الأمور من معنى شهادة أن محمداً رسول الله، فليست مجرد لفظ يقال باللسان، وأما العمل فيعمل الإنسان ما يشاء أو ما أدرك عليه الناس أو آباءه من غير دليل. هذا هو الواجب على المسلم. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واتبعوا النور الذي أنزل معه، لا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم، اتبعوا النور الذي أنزل معه. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام، وهو الإمام، وهو المطاع عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله عباد الله، وفكروا في هذا الأمر، في معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، ونفذوا ذلك واعملوا به حتى تكونوا من المفلحين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا. أقسم سبحانه وتعالى بنفسه أن أحداً لا يؤمن حتى يحكم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يحكم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أموره الخاصة والعامة مع الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الحكم الذي أمره الله أن يحكم بين الناس بما أنزل الله عليه، فلا بد من التحاكم إلى الرسول. عندما نختلف في أمر من الأمور الدقيقة أو الجليلة، في أمور العقيدة، في أمور العبادة، في أمور المعاملات، في الأمور الخاصة بالإنسان، لا بد أن يحكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبل حكمه مقتنعاً بذلك، لا يجد في نفسه حرجاً مما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسلم تسليماً كاملاً. هذا هو مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله. والله سبحانه وتعالى ضمن الهداية لمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وضمن الرحمة لمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا حذر من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوعد على ذلك بأشد الوعيد. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مهددون بعقوبتين: العقوبة الأولى الفتنة في القلوب، وذلك بأن يزيغ عن الدين ويخرج إلى الكفر ويفتن في عقيدته وفي دينه بسبب مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه أشد. العقوبة الثانية العذاب الأليم في البدن، يعذب في بدنه بالعقوبات، بالقتل، بالتشريد، بتسلط العدو في الدنيا، وفي الآخرة يعذب في النار والعياذ بالله.
عذاب أليم، نسأل الله العافية. ولهذا حذر الأئمة رحمهم الله من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا جميعا وعلى جميع المسلمين أن يلزموا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعملوا بسنته، وأن يهتدوا بهديه. قال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فاتقوا الله عباد الله، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مستقراً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا شر الأعداء والحاسدين من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم. اللهم سلط بعضهم على بعض واشغلهم بأنفسهم. اللهم أضعف قوتهم، اللهم أضعف قوتهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واكفنا شره، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانتهم وجلساءهم ومستشاريهم، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم،
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.